أكد وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط أن مصر تدعم المملكة العربية السعودية في تأمين حدودها وتقف بجانب اليمن لدعم واستقرار وحدته. على الصعيد الميداني، ضيقت الأجهزة الأمنية وقبائل محافظة الجوف شرق محافظة صعدة شمال اليمن الخناق على مجموعات من العناصر الحوثية بعد مطارداتها من وادي سلبة. وقد أفادت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني تمكن من طرد الحوثيين من وادي سلبة بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن قتلى وإصابات في صفوف المتمردين.